شويه الحمد لله باقي شويه عيان، ولكن الحمد لله على كل حال دابا كنت في لوبيتال. والله يرحم مسكين اللي توفى، عرض الطفيله الله يرحمه تاهو مسكين يا ربي يرحمه في النار. الحمد لله على كل حال، واش غادي نقول لك؟ الله يصبر عائلته. اخر مره تلاقيتي معاه؟ الله يخليك. ما عمرنا ما تلاقينا غير الله سقط الاخبار، وانا من الفنانين اللي عزيز عليا الله يرحمه برحمه الله. الجمهور المغربي كيطمئن على الصحه ديال الريج. الحمد لله، والله الحمد لله على كل حال. انا دابا كنت في لوبيتال، فتنتمنى من الله سبحانه وتعالى يخفف عليا. كل نهار تنتوجع يا ربي تخفف عليا يا ربي. شنو بغيت تقول للمغاربه اللي كاين؟ تنقول لهم دائما دعوا معايا. هذه الكلمه اللي نقول، بغيت كاع المغاربه يدعوا معايا. والله الله يدير. خويا محمد الريفي، شنو كتقول في التصريحات اللي خرج بها اخوك احمد الريفي في مواقع التواصل الاجتماعي؟ ما صافي، ما بغيتش نتكلم على الحاجات العائليه، صافي عافاك الله يسعدك. كيف بقات العائله الوالده ديالك؟ الوالده بخير الحمد لله. الحمد لله. التواصل بيناتكم دائما راه امي الحمد لله. شنو قال لك الطبيب اليوم يعني من بعد؟ دابا الطبيب عندي الصحه ديالك. عندي يومين دابا عندي زياره هنايا ان شاء الله باذن الله تعالى. تقدر تطمن المغاربه على الحاله ديالك؟ الحمد لله الحمد لله. انا نبقى نقول الحمد لله على كل حال، والله يدير لي تاو الخير. الله يرحم والدي، الله يرحمه، والله يصبر عائلته، والله يرحم جميع المسلمين، والله الله يثبتوا عند السؤال، والله يصبر عائلته. هذه الكلمه اللي غنقول مسكين الفنان اللي حطيت عليه خفف عليا. دابا باقي ما تنفكرش كاع في الدومين، دابا صافي تنفكر غير نكون مزيان. الحمد لله هادشي اللي بغى الله سبحانه وتعالى. كذلك شفنا تعرض من الرقات وهاديك، واش كان شي نتيجه ديال هاد الرقات ولا المحاضره؟ الحمد لله مشيت عندهم الحمد لله على كل حال. كاين واحد السيد مسكين تاهو الله يكثر خيره، كان شي نتيجه من عند هاد الرقيه ان شاء الله. شي تيقول لك ما واكلش فهمتي، ف ما عندي ما نقول هادشي. هذا وليتي لاباس وبحاله جيده، واش تعتزل على الرياضه؟ ما بقى ما عندي، ما بقاش عندي المورال حتى شي حاجه، ما عنديش المورال، ما عنديش المورال حتى شي حاجه كاع. واش كتحاول انك انت تخدم على الخطوه اللي خدم عليها ادم النابلسي؟ كلشي ممكن. انا اصلا باغي ارتاح، باغي الراحه، باغي الراحه بزاف. ما نفسانيا ما نفسانيا ما ماشي هذاك، ما عنديش المورال. فالحمد لله انت حيت تنتوجع، ف الله يصبر لي راسك في الغناء صافي. ما بقيت نفكر في حتى شي حاجه غير في صحتي الفيزيك ممكن مزيان في الحمد لله. نفسيا اكثر من جسديا؟ اكيد نفسانيا راه حيت تنتوجع، والحمد لله على كل حال. اش كتقول للعائله ديال المرحوم؟ ما بقاش نهضر والله ما بقاش. قولي لي شي كلمه الحق ديال الزوجه ديالك اللي وقفات معاك. الله يطول عمرها والله يحفظها، والوالده ديالي حتى هي الله يحفظها ليا، الله يخليها ليا كاملين. الله يحفظ لي الوالده ويحفظ الزوجه ديالي حتى هي مسكينه تكبصات معايا. وهاد الكلمه اللي نقول صافي. كانوا سبب في هذا المرض ديالك؟ ماشي قدر الله، يمكن قدر الله سبحانه وتعالى، ابتلاء من عند الله. انت من الناس الاوائل اللي حضروا لهنايا الموج ديال هذه المحبوس السبلاء، يعني قليل كنشوف الفنانين انهم كيحضروا للمآتم ديال الفنانه. شنو بغيت تقول لهم؟ لان قلاش هذه العاده هذه ديالنا المغربيين. نقول كلمه الله يرحمه، الله يصبر عائلته، الله يرحمه، ومن الفنانين اللي كان عزيز علينا الله يصبر عائلته كاملين، الله يطول عمركم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.